أنا ياسمين قدورة، عمري 33 سنة. بديت أركب الدراجة قبل 4 سنين، وبعدين بلشت قيادة الدراجة داخل الحلبة باحتراف. قبل 4 أشهر بلشت التدريب تاعي. مبادرة بدنا إياكي فتحت لي باب إني أفوت عالم الحلبات والاحترافية داخلها. حبي للمغامرة والتحدي هو اللي خلاني أخذ رخصة الدراجة وأطلع فيها، والشعور الرائع يلي منحسه بس نطلع فيها للدراجات. أول فتاة داخل الحلبة، شعور جدا رائع، شعور محمس، شعور بساعد إني أطور حالي بزيادة وأثبت حالي أكثر للناس. مخاطرها دائما في مخاطر بأي رياضة بتنعمل، في مخاطر، بس الحمد لله يعني مندير بالنا، في سيفتيز، في بيسكس بنعرفها قبل ما نبلش نسوق في الحلبة. أطلقنا برنامج بدنا إياكي قوية لتمكين المرأة في مجال الدراجات النارية، مجال القيادة داخل الحلبات ومجال صيانة الدراجات. ياسمين كانت أول فتاة أردنية بتقود الدراجة داخل الحلبات باحتراف، من خلال تدريبها بالحلبات باستمرار وطموحها لتوصل للعالمية ولتكون أول مدربة بالأردن إن شاء الله. وإحنا هذا الهدف من البرنامج، دعم المرأة، وبنآمن بالجندر إكواليتي. والدراجات مو حكر على شباب لحالهم أو فئة معينة من المجتمع. بطمح أصير محترفة أكثر في رياضة الدراجة داخل الحلبة، وبطمح أوصل للسباقات العالمية يلي هي الموتو جي بي إن شاء الله. وكمان طموحي أن أكون أول فتاة كمدربة داخل الحلبات لقيادة الدراجة باحتراف.